أصبح يعني حياة الناس تدور حول القات، وعندهم إيحاء إنه هو اللي ما يخزنش ما هوش يمني. بدأت أتعاطى القات في المرحلة الثانوية، بحيث إن كان فيه إيحاء أو فهم إنه هو من أجل تحصل يعني تحصيل كويس، ومن أجل تستطيع تجلس وتدرس يعني تذاكر، انه ما يصلح الا مع القات. فكنا نخزن يعني اكثر الاحيان في فتره الامتحانات، او اذا في مناسبات عرس ولا عيد ولا كذا، لكن هي ما كنتش حتى اخزن وانا يعني متلهف للقات، وانما كنت اهو من اجل اللمه، من اجل الاختلاط بالناس. وما عمري لا خزنت يعني بشكل مدمن ولا دخنت حتى. بعد التخرج اشتغلت انا في تامة، عندما قلت لك في مشروع الثروة الحيوانية، كنت اخزن عندما ادخل الحديدة لعمل او لشيء، وكنت في الغالب اروح معي اعمال اقضيها في الدوائر الحكومية وفي الشركات الخاصة، وكنا نسير نقيل عند المحافظ. هذيك الايام كان علي القاضي علي ابو الرجال الله يرعاه، وعاده لا زال حيا ويرزق. وكنت انا يعني في البداية كنت اروح وما اخزنش، لكن كان يقولوا ما دام ما تخزنش منش يمني اذا، واصبح القات كانها ملحق لشخصيه اليمن، فكان يحرجوني اذا انت ما فيش معك حق القات عندي لك حنا. فكنت اضطر ان انا اروح اشتري كميه بسيطه ولاجل اجلس مع الجماعه. بعدين سافرت انا للولايات المتحده الامريكيه للدراسه العليا، وعندما رجعت اشتغلت في مشاريع الثروه الحيوانيه بما فيها مزرعة رصابة، وكنت أيضا مسؤول عن مشاريع الثروة الحيوانية في يريم وفي تامة. وعندما كنت أنزل زيارة ميدانية كنت من أجل ألتقي بالموظفين، وهذا كان ما يكون فيه يعني نقاش إلا أثناء الجلسة أثناء الجلسات القات. بعدها انتقلت من رصابة إلى مارب، الهيئة العامة لتطوير المناطق الشرقية. طبعا في مارب كان يعني الأعمال كثيرة والمشاكل أكثر، وكان طول اليوم تقضي في حلول مشاكل الموظفين، مشاكل العمل، لكن مشاكل المواطنين ما كنا نستطيع نناقشها بشكل مستفيض إلا أثناء القات. وكان يعني القات كان زي ما تقول مجبر أخاك لا بطل، وكنت أضطر أخزن، وكان يدوا لي قات من البلاد يعني كويس. كانت هذه الفترة اللي هي كنت أخزن فيها كثير. كنت مجرد ما أخلص القات أروح البيت وأنا مكتئب، وتنزل علي هموم الدنيا والآخرة، وكثير من الليالي يغادر يعني النوم عيوني. وإذا خزنت يوم أظل 3 أو 4 أيام أعاني من السهر، من قلة الأكل، من القلق. حياة مش طبيعية. المقايل كانت حلوة في البداية، تبدأ طبعا بالنكات بالتعارف، وبعدها عندما يوصلوا إلى ما يسمى الساعة السليمانية يبدأ الطنان من هذه الساعة وإلى يوم ثاني. رجل الأمام ورجل الخلف، الرجل الأمامية نثنيها القدر اللي نستطيع عليه، والثانية تبقى مستقيمة. يلا 1 2 3. في 1995 طبعا تقدمت العمل في البنك الدولي، والعمل في البنك الدولي كان من الصبح من الساعة 8 إلى الساعة أحيانا يستمر إلى الساعة 7 8 9 مع فارق الوقت. فعلى كل بسبب يعني العمل، وأيضا لقيت أنا فرصة أقلع عن القات نهائيا. فمن ذلك التاريخ يعني انقطعت القات يعني شيئا فشيئا، حتى توقفت نهائيا، والآن صار لي حوالي 17 سنة ما أخزنش خالص. يعني القات بكل المقاييس ضار، وخاصة للشباب، لأنه يعني الكبار اللي في سني ما بدأ يتعاطى القات بصورة يعني مستمرة أو شبه مستمرة لو قد عمره كبير. لكن الآن بعض الشباب يعني وعادوا لسه في الابتدائية وفي الإعدادية وفي الثانوية قد بدأ يتعاطى القات بشكل يومي. وللأسف عرفنا من الشباب حياته مغلقة بين التخزين والنوم. أنصح بشدة إن الشباب يعني يقلعوا نهائيا عن القات،
ويتجهوا إلى الرياضة، يتجهوا إلى المكتبات، حتى لو ما بالله يخرجوا يتمشوا يعني في سواء أفراد أو جماعات يعني بعد العصر مثلا للمغرب بدل يعني جلسات القات. أي شيء يخرج من جو القات أعتقد أنه ممتاز جداً.